الله الرحمن الرحيم. كنشكر جريدة الفجر على هذه الاستضافة اللي من خلال بين وصوت الجمهور القنيطري الحر اللي بعد الفئة اللي كانت كتألم تقريبا 8 سنوات، وهذا التألم لحقنا له الآن للنادي القنيطري مشى الحضيض، يعني فتحنا القبر ديالو، والسبب اللي واضح لجميع القنيطريين اللي عندهم على كرة القدم ولا ماشي كرة القدم، يعني واحد المكتب وواحد الرؤساء دازوا على التعاقب على التسيير ديال النادي القنيطري اللي وصلنا لهذ المهزلة اللي حنا الآن عندنا طلب واحد، وهذا الطلب ما غاتنازلوش عليه سواء بالمحاسبة أو غير المحاسبة، يعني كما بغى يكون هذا المكتب لا جديد لا قديم يتشطب عليه من النادي القنيطري بصفة نهائية، والهدف ديالنا وديال الجمهور راه باين، يعني كنطالبوا بعودة رئيس ناجح بالنسبة لنا حنا النادي القنيطري اللي هو حكيم دومو، اللي كنا كنشوفوا من خلاله النادي القنيطري كيلعب بالفئات الصغرى ديالو، وكنا كنشوفوا ولاد المدينة كيمشوا فرق كبرى، يعني اللي كيقولوا ما كيكونوش انجازات بالنسبه لنا حنا كجمهور غيرون على النادي كانوا كيكونوا انجازات، ملي كنلقاو لاعبين في الرجاء في الوداد في الجيش راه بالحد ذاته انجاز بالنسبه للي كيلعب الكره واللي كيعرف النادي القنيطري، وهاد الناس حاربوا هاد السيد بواحد الطريقه غير مباشره، واللي استغلوا الوضعيه بهاد المفهوم، يعني استغلوا واحد الوضعيه ديال المصالح الخاصه، وهاد المصالح الخاصه راه بانت مع مرور السنين، يعني حنا ولاد قنيطره ولاد المدينه ابا عن جد كنعرفوا هاد الاشخاص كي كانوا وكيصبحوا، يعني من اين لك هذا؟ راه كاين اشخاص كنعرفوهم، يعني اسماء راه واضحه، وكاين اللي السبب الثاني غنوضح هي سبب مجموعه اللي كانت تاسست، مجموعه نقولها بصراحه بلا نفاق، مجموعه كانت مده سنتين، بالنسبه للاطرا حلاله بويز كانوا سنتين 2007 2009 كانت حلاله كدعم الفريق، هاد الناس كانت عقول ضعيفه، جاهم واحد الحزب اللي كنعرفوه مابقاوش نسميوه حزب اكس، حزب العداله والتنميه، حزب التخريب بالنسبه لتخريب مدينه قنيطره ككل، واخر ما خرب هو كره القدم بمدينه قنيطره، يعني باش تبدا من النادي الرياضي القنيطري راك حزب فاشل ظالم لا علاقه لك لا بعداله ولا بالتنميه. من هذا المنظر كنقول عز رباه خرجتي لنا على المدينه، الله يرحم لك الوالدين، سواء بغيتي بعد كما بغيتيش بعد راه غنبعدوك حنا بطريقه ديال الجمهور ديال المواطنين، غنبعدوك بطريقه ملكيه. هاد المره راه غننزلوا في الشارع، ما تقرب لنا لا السياسه لا المدينه ديالنا، خرجتي عندنا شتينا بركه عندنا منك، والاعضاء اللي كانوا مع عادل التنميه ومنهم منخرطين راه كنعرفوا اسمائهم وعندهم جمعيات، منهم بلا ما نبقى نسمي راهم باينين، يعني المنخرطين عندهم جمعيات تابعين لحزب العداله والتنميه، الا كنتوا ولاد مدينه وبغيتوا ولادكم يبقاو تما ولاد مدينه وما يتسبوش راه هذا هو الحل الواحد، يعني عندكم حل واحد هو تشوفوا الطعن في الجمع عام، وطعنوا جمع عام ماشي طعنوا شافوا طعنوا كتابيا وتساندونا ونقدموا هذا المنبر اللي ساندتونا راه غنساو داكشي اللي دوزتو، ولكن بالنسبه لواحد النقطه اللي بغيت نتبغى على علي الرماش خويا راه ما شفنا منك والو ملي كنتي دخلتي لنا بقيتي تجي نحط المريم نادي القنيطره ما شفنا النادي الاموال استغلتي النادي القنيطره بحال بيضتي في الاموال ديالك، يعني حنا ما شفنا حتى شي حاجه ما تشي كيش نحط مليار النادي القنيطره في اوراق طلائعيه صعود هذا الموسم، انت هدمتينا النادي القنيطري ماشي صعدتينا هذا الموسم هدمتينا هذا الموسم، وبمساعده ديال الجاليه اللي قريبه لك بزاف حنا هادشي كله كنعرفوه، ومن هذا المنبر راه بغيناك غدوز المحاسبه سواء كرهتي ما كرهتيش، ومن هذا المنبر غادي تاكد لنا واش كنتي صالح النادي القنيطري ولا لا. رشيد واحد العارضه كتسارع في النادي القنيطري من طرف الاخوان، كيفاش التفاعل مع الجمهور اولا، ولا عندك شي عدد تقريبي في نص ديال الاخوان اللي وقعوا حاليا في هذه العريضه؟ العدد التقريبي اخي عمر ماشي عدد تقريبي، العدد المؤكد اللي عندي حد الان عرائض عندي انا وهم معايا لحقنا تقريبا 21000 عريضه مسنيه، منهم نساء ناس اللي كادر منهم ناس في سلك دوله، يعني منهم اعضاء جامعيين اساتذه جامعيين، يعني عريضه ماشي عريضه ديال اللعب وديال التفريه، عريضه اللي كيطلب منها الشعب، يعني نقد شي ناس وقعوا لنا سي عمر هذه العريضه عندهم غير عندي القنيطره، يعني هذه كره القدم فجروا في هذه العريضه شي حاجه، منهم ناس اللي ازمه ديال الطوبيسات، منهم ناس اللي شافوا المساحه الخضراء مشات ليهم، منهم ناس اللي تعذبوا بزاف الحوايج، منهم ناس اللي مشاو لهم ولادهم ماتوا لهم في البحر، وبسبب هذا الحزب اللي جا حكم هذه مدينه القنيطره، ومنهم الجوطيه بن عباد، ومنهم الناس اللي خدامين في السوق الخضراء بالجمله، هاد الناس منهم ماشي منهم ناس مسؤولين في السوق الجمله هما سنوا في هاد العريضه، يعني هاد الشيء ما خاصناش نقولوا، ولكن العريضه حقنا 21000 سنياتور وباقي
حد الان داير يتصلوا بيا كاين اللي حق 500 كاين حق 600 حد الان داير يتصلوا بيا هاد اللحظه راه غنمشي نسلم الاوراق تقريبا نقدروا الحقون 30000 سنيات ولا سنيات ساخره هما وان شاء الله حنا ماشي كنخافوا من السلطه حنا مع السلطه راه هاد الناس اللي سالينا كلهم كيتصلوا بينا امتى نزلوا الشارع حنا ما كنبغيش نديرو شي حنا كنساهموا السلطه وكنعاونوا السلطه حنا بغينا نشوفوا شنو غادير السلطه حد الان في هاد اللحظه كنساهموا السلطه واش تنصف العدل ولا غتمشي مع الظالم هادشي اللي حنا هاد الساعه بغينا الناس نوليو مصبرين معنا شويه رايك رشيد ربما هو غيكون راي ديال الاخوان كاملين ديال صوت الجمهور هاد اللائحه اللي تحطات اللي تسير النادي الفرنسي خويا غما طرح شي واحد السؤال تقدر تسولني في شي حاجه اخرى نجاوبك انا ما كنعرف لا اللائحه اللي طرحوها دابا لا هذوك الناس اللي فيها وبحكم انا ابن مدينه القنيطره يعني قد نمشي لاي بلاصه ونقول لك شكون من هاد الدار شكون الناس كيعرفون ديال القنيطره يعني ابن مدينه القنيطره ابا عن جد وعندي خوجي مناصب معروفين هنايا ما كنعرف حتى شي واحد حد الان بغيت نعرف شكون هذا الرئيس واش فاش كتقسم فمي بالله العظيم بغيت نعرف شكون هو يعني انا كنهضر مجال كره القدم بغيت نعرف شكون هو لا يعقل لا يعقل شخص غيمشي لواحد الفرقه كبيره ماشي كبيره السي ديالها كبيره باش تهز القميص ديالها بعدا وتقول انا رئيس في هذه ديرنا واحد المكتب معاك لا حول ولا قوه الا بالله منهم ناس عندهم صوابق عدليه يعني شنو هو القانون ديال البلاد باش نلقاو منخرط عنده صوابق عدليه ومنخرط ندوز الحبس والمكتب يعني شي حوايج اسمح لي يعني شي حوايج راه قانونيه راه خاصها تلقى واش تواطئ معاهم هاد الناس يسلموا هاد السيد الوثيقه باش يكون منخرط ويكون في المكتب كي دار تشدها واعطي واحد النصيحه لهاد المكتب الحالي وهذا الرئيس راه عندكم جوج حوايج يا بغاو يمسحوا فيكم ويضربوا يا غيصعطوكم الحبس حيت هاد الناس اللي صوتوا عليكم كانوا يترشحوا هما وهاد الناس اللي صوتوا عليكم راهم رفضوا التقرير المالي يعني لا يعقل منخرط وعوض في مكتب ما وافقش التقرير المالي وكيصوت عليك حتى كرئيس وكمكتب ديالك يعني هذا في نفس التناقض بالنسبه حنا كجمهور القنيطري ومن هنا كنقولوا حنا ما نوقفوش هذا النضال اللي كنديروه يعني اذا كانوا والدينا جاهدوا واسماء النادي القنيطري جاهدوا خرجوا للاستعمار حنا من هذا المنبر كنقولوا غنجاهدوا ضد الفساد والمفسدين وغنخليوها قدوه للمغرب كله اي رئيس يدخل ينهب مال ديال شي نادي ولا مال الشعب راه غادي الجزاء ديالو هو السجن ان شاء الله. نداء الجمهور نداء ديال الجمهور خي عمر الجمهور القنيطري الحر اللي ما راضيش لهذا المهزله اللي بكى حتى ماشي كل جمهور بكى راه كاين بعض الجماهير استافدوا وباقيين غيستافدوا بهذا المكتب الحالي نداء الجماهير الحره حنا راه كنسالوا الضوء الاخضر من الناس اللي بغاو يعطونا قانونيا يعني من هذا المنبر خويا عمر ومن هذه الجريده الموقره راه الجمهور مستعد راه ماشي خايفين من الشارع وما خايفين الصوت بالعكس حنا مع السلطه كنستعدوا نهار ترى موافقه الصوت باش نبينوا الصوت ديالنا ولا السلطه مشات في هذاك الهدف اللي بغينا حنا راه من هذا المنبر راه الجمهور الهدف اللي وصل ليه راه هو انتصار ديالنا يعني لما هبطنا الشارع والسلطه نزلات هذا المكتب ومن هذا المنبر باش نكونوا واضحين راه الجمهور الحر اخي عمر راه باغي رئيس واحد اللي هو حكيم دومو راه ماشي بغينا رئيس كاسخش يعني كاسم حكيم دومو حنا بغينا رئيس اللي كانت الاسم النادي الرياضي القنيطري اللي كيقولوا ما داش انجاز كان كيخلع فراقي راه حكيم دومو وصلنا جوج نصف نهائيات وتكاسينا سانكيم وخرجنا بزيرو من الديونيه وبلاعبين صغار ابناء مدينه القنيطره ومع حكيم دومو صعدنا القسم الاول باصغر فريق في العالم راه ما كاينش شي فريق صعد ثلاث لعابه كبار وتكون شي عنده 18 19 عام مع حكيم دومو لعابه مشاو مع حكيم دومو لعابه صفوا عائلاتهم ومنهم اصدقاء ديالي وهاد الهضره اللي كنقولها لاعبين عاشوا مع حكيم دومو كانوا عندهم والدين على قد الحال يعني الفقر ومع حكيم دومو اللي كيقولوا شفار حنا بالنسبه لنا ما شفارش كيقولوا قمار ما قمارش حكيم دومو احسن مسير لا هو لا الناس اللي سيروا معاه لا المكتب اللي كان معاه يعني كان المكتب ناجح حيت حكيم يكون دومو نجح كشخص مع المكتب اللي كان معاه لا مدربين لا طاقم كنا كنشوفوا حنا قنيطريين كنا كنشوفوا واحد الغيره نقربكم هذه المقابله الاخرى يعني كون كان حكيم دومو مع المكتب ومع المدربين كان كنا كنشوفوا ما غيرصاش يعني انا كلاعب تفرجت في التلفازه بهذيك المقابله اللي من الدقيقه من الثانيه 30 وخاصنا نقطه يعني خاصنا تعادل بواحد البلوده بلعاب باغي حمراء بمدرب مريح بمكتب مريح راه نطرح بزاف تساؤلات يعني ما قد نقولش هذه المقابله كان فيها تلاعب وما كنعرف شنو كنقول هذه المقابله قد تيكون فيها تلاعب ما كانش الحماس ما كانش يعني كنشوف بزاف الطاقم تقني مريح كيسين 90 دقيقه ويمشي في حاله يعني مصير الكاك كانوا عارفين ودرسوه في مده 3 شهور ولا 5 شهور درسوا لنا مصير ديالنا ديال القنيطره اللي هو الحضيض اللي هو القبر اللي تحفروا ليه ومن هذا المنبر قبر تحفر
جمهور النادي القنيطري، كنقول جمهور النادي القنيطري ماشي اطرح على لابوز، كنقول جمهور النادي القنيطري الا بغيت هاد القبر ما يتردمش في النادي القنيطري وردموا عليه بترابو راهي غنوافقوا على هاد الوثيقه. ومن النداء ديالنا الواحد والاوحد راه هو حكيم دومو رئيس نادي القنيطري، راه كاينه واحد المعادله سهله، واحد زائد واحد تساوي جوج، راه النادي القنيطري زائد رئيس تساوي حكيم دومو. بالنسبه لواحد النقطه حيت كاين بعض الاشخاص اللي غايشوفوا كيهضر بهذه الطريقه بهذه بيقول بان هذا حكيم دومو راه هو اللي من هذا المنبر كنقسم فمي بالله انا دمي قنيطري ومغربي وكنموت على شي حاجه سميتها قنيطره. راه كنت كنتحرك خمس سنين هذه، وحكيم دومو ما عنده حتى علاقه لا بالجمهور. باش نعرفوا واحد القضيه، راه الجمهور والاطراف من حيوا حكيم دومو، ولكن واحد الفئه ديال الجمهور هي اللي عرفت انها غلطات وكانت واحد العقول ضعيفه قادتها مجموعه الاطراف حلي لابويز، ومن هنايا عاقوا بانه خطاوا. هنا بداو كينادوا بحكيم دومو منهم انا كلاعب سابق في النادي القنيطري وعده فرق كنادي بحكيم دومو كلاعب رياضي وكنغير على الرياضي ديال القنيطري على النادي الرياضي القنيطري بصفه خاصه.